تشوهات الاسباب اللي تؤدي الى تشوهات. دونك كنا السبب الرئيسي هو نقص حمض الفوليك عند النساء، هذا السبب الرئيسي والسبب الاول وسبب اللي نقدروا نتعاملوا معاه نخدموا عليه. دونك النساء قادرين يتناولوا حمض الفوليك الفون ايفيتي هذه التشوهات. نعم. السبب الثاني هو تناول بعض الادويه اثناء فتره الحمل في لو برومي تريمستر، يعني في الثلاث اشهر الاولى، باسكو ساعات المراه ما تكونش على بالها بلي راهي حامل، دونك وتكون عندها التهابات ولا بعض المشاكل الصحيه اللي تؤدي بها الى تناول بعض الادويه، وهذيك الادويه راح تاثر على الجنين. دونك هذا السبب الثاني. والاسباب السبب الثالث قلنا الجينات الوراثيه والعوامل الثانيه، العوامل تاع البيئيه. ساعات المرات تتعرض لبعض الوعكات الصحيه اللي تؤدي بها الى الاشعه، وهذيك الاشعه راح تاثر سلبا على تكون الجنين، باسكو قلنا باللي التشوهات الخلقيه تاع الجهاز العصبي راح تكون تري بريكوس ما بين الاسبوع الثاني والاسبوع الثامن تاع الحمل. عليها النساء وانا هذا وين فهمت علاش النساء الحوامل زعما في مدخل المطار ولا ما يدخلوهمش عبر هذيك البوابه الالكترونيه ولا لهذا السبب. لهذا السبب صح، ديما يدخلونا لا يقول لك لو مرأة حامل يقول لها ما تدخليش من التم تجي من الخلف، فهذا ربما قادر يسبب. نعم. هي اون جينيرال الاشعه، جميع الاشعه راديو ولا نعم تو سكي راديو دوكا سا ديبون المطار وكلش سي ان شان مانيتيك صح، على حساب لو شان مانيتيك على حساب لو دوغري اي تو يشوفوا اسكو باسكو تانيك يا دوكا في الحين هذوما كاين اشعاع الرنين المغناطيسي اللي يدير مختص في تاع الجنين. دونك ما نقدروش نقولوا بلي سي دي ريغلاج كيما نقولوها.